تركيا في دقيقة. الرئيس أردوغان يؤكد البدء بإجراء الحفريات الأولى لبناء قناة إسطنبول في 26 يونيو حزيران الجاري. وزير الصحة التركي يؤكد البدء بتطعيم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات التركية اعتبارا من اليوم حتى تتمكن الجامعات من بدء التعليم وجها لوجه في سبتمبر المقبل. لاستيراد أفضل أنواع الأثاث من تركيا اتصل الآن. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يعلن نجاح تحويل الغاز الطبيعي المستخرج من بئر أماسرا واحد، وهو ثاني اكتشاف لتركيا في البحر الأسود، إلى طاقة بأيدي المهندسين الأتراك. بدعم جوي، الداخلية التركية تطلق عملية أمنية كبيرة ضد تجار المخدرات في مناطق كارتل ومارتبي وبينديك والعمرانية في إسطنبول. تركيا في دقيقة.